بعد ذلك أصبحنا طب برأيك يعني من أين يعني هذا الحب؟ لماذا هذا الحب العنيف جدا؟ كان الأقرب، هذه الشخصية حالة فريدة ظاهرة، كانت الأقرب للشارع الأردني، لكل الشارع، لم يتحدث باسم بقعة جغرافية معينة، كل الشارع الأردني، لذلك شخصية وطنية من وزن ثقيل وبعدها قومي، لم يفرق يوما بين أردني وفلسطيني أو عربي. كانت القضية الفلسطينية يعني شخصية جامعة، شخصية نظيفة وبيد من حديد، تعامل مع الفساد والمحسوبية، كان عبارة عن هيئة لمكافحة الفساد في شخص واحد. نعم، وكان يحمل ملفات كثيرة. نعم. يعني وكان يحمل الملفات. نعم. الكثيرة. نعم. لذلك معاني هذه الشخصية لازلنا لغاية الآن بحاجة لأن نتعلم منها، وأنا أدرس الإعلام. نعم. في جامعة البتراء لازلت أتحدث لطلبتي عن هذه الشخصية الكبيرة. عظيم عظيم. نعم. نأخذ اتصال من الأخ العزيز سهم العبادي. أهلا وسهلا أخي سهم. مساء الخير دكتور، إليك ولضيوف جميعا. مساء الخير. أنت يعني خالك كان له موقف وقصة مهمة جدا مع وصف تل، لنتحدث قليلا عن هذا الموضوع، وما رأيك أيضا لماذا اليوم نحتفي بهذه الشخصية الرائعة جدا، ولماذا العودة إلى التغني بوصف التل اليوم؟ يعني بداية بسم الله الرحمن الرحيم، رحم الله الشهيد وصف التل. بداية يعني سأبدأ مطرح ما انتهيت مثل ما بحكوها.